في الشغف حياة، هكذا يقولون، وذروة الرواية الشغف. شغف، برنامج يسلط الضوء على شباب حلوا لغز السعادة والنجاح. لشباب أدركوا شغفهم، استعدوا لالتقاط الفرص والمبادرة، عملوا عليها وثابروا لأجلها. برنامج شغف كل يوم أحد الساعة 5 مساءً، ويعاد الاثنين والأربعاء مع أحمد عياش. أعزائي المستمعين، مشاهدين، متابعين، يسعد مساكم من جديد. وكالعادة اليوم الأحد والساعة 5 وشوي، ويعني شغف. تحياتنا لكل الناس اللي بتسمعنا، بتشوفنا وبتتابعنا من أقصى شمال فلسطين إلى أقصى الجنوب، ودائما فلسطين اللي احنا بنعرفها. ومساء الخير يا حوارة، ومساء الخير يا نابلس، مساء الخير يا جنين، يسعد مساكم أهلنا في الخليل وفي غزة الحبيبة، يسعد مساكم جميعا. وردنا بنار وبارود على حاجز حوارة، على حاجز حوارة، نابلسي عزم أسود والعزيمة جبارة، والعزيمة جبارة. ومن رام الله إلى حوارة، أهلنا في حوارة يسعد مساكم، والله يحميكم. لكل أهلنا العالقين على حواجز حوارة بعد العملية البطولية، اليوم مساء في تجديدات على حركة المرور باتجاه خروجا ودخولا إلى حوارة، تجديد على كل الحواجز في منطقة نابلس، وكان الله بالعون. نابلسهم أبكوك وتزاحموا يحموك، أفنوا الحياة رخيصة ليغار من عرفوك. صف الدخيل محمد. واليوم غير عن كل يوم، واليوم في حوارة أحداث متتالية، وكأن حوارة أصبحت عنوان لرفض كل التنازلات التي تدعو إلى دفن هذه المقاومة. وحوارة كل يوم بتقول هاي الاجتماعات مرفوضة. وكالعادة وشعارنا دائما إن خليت بليت وهاي الأرض دائما ولادة. ونمسي على أهلنا حبايبنا دائما في القدس العاصمة، يسعد مساكم أهلنا في القدس العاصمة، من تقريبا أكثر من أسبوع وهم شغالين على قدم وساق في التحضيرات لشهر رمضان المبارك. الأرض مفروشة وردا لكل الزوار، وهاي الأرض دائما ترحب بأهلها. فيا أهلنا يا حبايبنا، لكل زائرين في القدس، هاي دعوة لدائما للشراء والتسوق من داخل البلدة القديمة وداخل الأسواق العربية في القدس. هاي دعوة شبابية، دعوة مجتمعية لكل الناس اللي بتزور القدس في فترة شهر رمضان المبارك. يا رب سهل الأمور، ويا رب رمضان كريم علينا وعليكم، والقدس فاتحة إيديها لكل الناس. نابلس
ومن الرسائل اللي وصلتنا بدي أودي تحية لكل الشباب اللي شغالين في القدس وفي أسواق القدس في تزيين القدس وإنارة الشوارع تحضيرا للأيام الفضيلة القادمة وشهر رمضان المبارك. ومين مش عباله يروح على القدس؟ وهي بدنا نروح أنا والشباب، اسمحوا لي أمس عليهم. محمود معطان الله يسعد مساك بالهندسة الإذاعية، حبيبنا يا محمود. وطبعا مخرجنا الرائع محمد الزاغة أبو حميد يسعد مساك، ويسعد لي جبل النار يا أبو حميد. اعتبرها وصلت التحيات كلها يا محمود. يعني دائما جبل النار له حصة كبيرة، جبل النار وحارة الياسمين وكل الناس اللي بحارة الياسمين. تمام يا محمود؟ وللمعلومة يا محمود إنه حارة الياسمين بتبعدش عن حوارة أكثر من تقريبا كيلو ونص هوائي، يعني قريبة على القلب. وبدنا نرحب اليوم بعودة الزميلة زهرة البرنامج رش حسون، عودتها من الشام، من سوريا الحب وسوريا العروبة. الحمد لله على السلامة يا رشا، وأهلا وسهلا فيكي. ومعنا اليوم في التحرير لأول مرة زميلة فاطمة مشعل، يسعد مساكي يا فاطمة. احنا سعيدين بوجودك اليوم معنا يا فاطمة. لابد من حكاية البلد يا محمود. اليوم عن قصة السبق الصحفي. يا جماعة الخير، بصير عندنا كثير قضايا وأحداث وعمليات هون وهون، وبصير في ناس مطاردين، وبصير في اللحظة الأولى كم معلومات حول مثلا منفذ العملية أو المطاردين أو المطلوبين، وبصير عندنا الناس اللي بتفتي على السوشيال ميديا. يا جماعة الخير حرام عليكم، اتركوا الناس في حالها. يعني فيش داعي لنتسابق لنحط أسماء وصور ومعلومات وبعرفش إيش، يعني حيلكم علينا شوي في هذا الموضوع. خلينا أحكي لكم شو اللي بصير. بكل بساطة الاحتلال بيستغل هذه الإبداعات اللي موجودة عند البعض عندنا، وشو بيسووا؟ بروحوا بزكوا لنا معلومة من هون ولا من هون، معلومات طبعا بتكون مغلوطة في معظمها وبتكون مقصودة كمان، وبستنوا الفيدباك، بستنوا ارتداد هاي المعلومات، برموا معلومات وبستنوا ارتداد هاي المعلومات، وبصير احنا نتطوع ونتبرع في معلومات من طرفنا من هون ومن هون. من حيث لا نعلم بنساعدهم، من حيث لا نعلم بنخرب بيت ناس، من حيث لا نعلم نكون إحنا أداة من أدوات تسليم الشباب. وأنا بحكي وبأكد أنه من حيث لا نعلم، لأنه يعني ما بشكك في الناس، بس بقول أنه كثير مهم التعامل مع المعلومات بشكل حريص، حريص جدا، لأنه المعلومة هاي تتعلق بحياة ناس، وبالتالي لا يمكن أنه نتعامل معها بشكل بسيط. نظام اللعب بالمعلومات هاي سياسة كبيرة.
وراها أجهزة مخابرات، وراها أجهزة أمنية، وراها ناس مختصين في التكنولوجيا اللي بيدوروا على بصمة العين وبصمة الوجه، وبيدوروا على الأسماء والخوارزميات الموجودة على السوشيال ميديا اللي ممكن تساعدهم في الوصول إلى بعض المعلومات. عشان هيك ما تفكروا أنت كمواطن عادي، كإنسان بسيط، حطيت معلومة على الفيسبوك ولا نشرت صورة لحدا شفتها على التليجرام، وخاصة اليوم التليجرام هو حلفية معلومات ما هب ودب، أو على جروبات الواتساب، وبالتالي أنت بتأخذ هالمعلومات وبتجي وأنت نشرها من هون ولا من هون، بتصفي المعلومة هي خيط قد يصل لأحد الشباب المطلوبين من حيث لا تعلم. عشان هيك فيش داعي لا تتبرع ولا تتطوع انك تنشر هاي المعلومات، اتركوا نشر المعلومات لاصحاب الاختصاص، بمعنى انه في جهات اعلاميه بتصرح، في جهات رسميه بتصرح، سواء عن استشهاد او سواء عن اعتقال او سواء عن اي معلومات حول ناس مطلوبين، وبالتالي انه مش انت الشخص المخول تنشر هاي المعلومات. بين قوسين بدك تكون حريص لانك انت قد تكون اداه لضر هدول الشباب بطريقة أو بأخرى. وشفنا كثير حالات، شفنا حالات اللي صار في نابلس واللي صار في جنين واللي صار في الخليل واللي صار في القدس، يعني كل مرة بين إيدينا في تجارب بتقول إنه يا جماعة الخير تأنوا في موضوع نشر المعلومات. هاي المعلومات المرات الإعلام العبري، إحنا منشوف الإعلام العبري وكأنه يعني خلاص هذا منزل الإعلام العبري. لا يا جماعة الخير، الإعلام العبري هو لا ينفصل عن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية والاحتلالية، وبالتالي هو جزء من هاي المنظومة، يعني هو يساهم ويساعد الأجهزة الأمنية وموجهة. إحنا موجهين تحت منظار تلسكوب، إيش بدكم، إحنا تحت العين، وبالتالي أي إشي بيطلع من عنا هو مقصود. ديروا بالكم من نشر المعلومات، ديروا بالكم من أخذ المعلومات من مكان ونشرها، في ناس بتراقب المعلومات الرايحة والمعلومات اللي راجعة، في ناس بتدور على خيط ولو كان في كومة غش. كونوا حماة لهدول الشباب، وتكونوا أنتوا العين الثالثة اللي ممكن تأذيهم أو تصيبهم بسوء لا سمح الله. خليكم على قد الحمل، وخليكم حماة لهدول الشباب، وكل واحد يراقب حاله كتير منيح وما يكونش أداة من هاي الأدوات. كونوا حماة لهدول الشباب، بتمنى لكم السلامة والخير للكل، والله يحمي كل واحد حامل همه وحامل هم البلد ونازل فيه على الشارع. عنوانها اسمك بطل بيضل، انت البطل عزمك بطل كفك سيف ما قل، بالنابلس عنوانها اسمك بطل بيضل، مكتوب عشبينك شهد والمرجل زندك وشم والغاصب قدامك وهد، كل ما أسد هيضل راهي بالنابلسي أمد، كل حر ممنونك بكتيب نابلس أسد من نظرة عيونك. يعني حطيت أغنية إبراهيم النابلسي، يا إبراهيم شو عملت فينا يا إبراهيم النابلسي، شو عملت في شبابنا يا إبراهيم النابلسي. صحيفة إيرانية اليوم صنفت إبراهيم النابلسي هو من الشخصيات البارزة أو أبرز شخصية لهذا العام 2022. رحم الله إبراهيم النابلسي، رحم الله شباب نابلس وشباب جنين، رحم الله سلسلة الأقمار اللي هدول يوما ما سيكونوا شعلة في طريق الحرية.
يعني مش قادر أمسك حالي أحكي شوي عن الأخبار اللي عمالها بتصير في منطقة حوارة والمعلومات تتوالى. إحنا دورنا مش ننشر هاي المعلومات لأنها غير مؤكدة، بس بنقول إحنا كان الله بالعون لكل الناس العالقين على الحواجز على مداخل نابلس وفي كرة جنوب نابلس، منطقة جنوب نابلس تحديدا، يعني كل الضغط عليها، ويبدو أنه في تجمعات لبعض المستوطنين. بنقول يا ربي احمي أهلنا في نابلس وتحديدا أهلنا في حوارة اللي ذاكوا الأمرين من اعتداءات المستوطنين. وهي دعوات شبابية عمالنا بنشوفها على وسائل التواصل الاجتماعي، بتدعو الشباب في حوارة للتجمع وحماية بيوتهم وأهاليهم من اعتداءات أي مستوطنين. وأكيد رح نكمل معكم بس فاصل صغير ونروح لشغفنا اليوم. وعودة معكم من جديد أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعين شبكة وطن الإعلامية ومتابعينا في شغف، في سعد مساكم من جديد. وكل التحيات لكل الناس اللي بتتابعنا، إبراهيم الشيخ، زكي عيسى، خالتم إبراهيم، سعد مساكي، أنا عوار، حازم عليان، يسعد مساك وتحياتنا لكل أهلنا في السعودية أستاذ حازم. وشغفنا اليوم مش بعيد عن حالة البلد بشبابها وبأملها. اليوم احنا سعيدين بوجود معنا الشاعر الشاب منير ثبنا. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك اخوي، حياك الله. اول شيء بدي اقول لك الحمد لله على السلامه منير. تاخر على الطريق، يعني كلنا عارفين شو وضع الطريق اليوم والازمات الموجوده والاغلاقات الموجوده. اول شيء الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك، وانا اعتذر طبعا لك وللساده المتابعين على التاخير اللي حصل. مفروض اني اطلع قبل يعني، بس لعله خير. يعني هذا حالنا وهذا حال البلد يا منير. الحمد لله، الحمد لله. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك، حيا الله. منير هذا الشاب اللطيف، صاحب الصوت الجميل، صاحب الشعر اللطيف والجميل، وانا يعني صراحه هذا بحكي انه وانا بحكي مع رشا بقول هاي حلقتي، انا اعشق الشعر النبطي، بعرفش اقوله بس بحب اسمعه. جميل. يعني عشان اكون واضح يعني بلاش تقول انه انا شاعر. لا لا بنعلمك اياه اذا بدك. اذا هيك بكون انا شاكر. بسيطه يعني موضوع. بدايه نتعرف عليك منير، مين منير؟ منير أحمد محمد تبنة من قبيلة الجهلين، شاب فلسطيني أكتب الشعر النبطي والفصيحة أحياناً عشان ما نحتكر يعني بس الشعر النبطي. سكان العزرية ضواحي القدس الشرقية.
حياك الله. يعني نحكي منطقة العيزرية وأبو ديس. نعم صحيح. ضواحي القدس بسمها جهلين. صحيح. نعم. الجهلين. لما نحكي شوي عن عرب الجهلين، هم منتشرين تقريبا في كل الأغوار، من نحكي من صحراء القدس امتدادا إلى الأغوار الشمالية. صحيح. نعم. نعم صحيح. وكل التحية لكل عرب الجهلين، أهل عرب الجهلين اللي عن جد كمان تصدوا هم لكثير من قضايا الاستيطان. يعني حالنا حال جميع الفلسطينيين، يعني اللي بيصير عليهم. نعم. بيصير علينا وما نرضى، يعني بيظلها أرضنا ووطننا. يعني صعب يعني الإنسان يشوف حاله يتعرض لظلم ويظل ساكت، فبقاوم في أي شيء، ممكن بالكلمة، ممكن. نعم. بالحجر، ممكن باللي بقدر عليه. وهو زي ما أنت شايف كنا بنحاول باللي بنقدر عليه. بالضبط. منير، أول شيء نحكي عن الشعر النبطي. شو الشعر النبطي؟ الشعر النبط، الشعر بشكل عام هو كلام موزون دل على معنى. نعم. الشعر النبطي يتميز أنه بكون باللهجة العامية المحكية البدوية، هذا هو. يعني من التراث البدوي اللي هو الشعر النبطي، بيكون باللهجة العامية اللي بنحكيها المستخدمة العادية. نعم. إلها علاقة بالأنباط؟ لا. بالأردن؟ لا. الاسم لا لا مش لا لا. مش لا، هو يعني مستنبط من الشعر الفصيح طبعاً. هو إله بحور وأوزان خاصة فيه. نعم. فممكن الناس يسمع الشعر النبطي إنه باللهجة العامية إنه مثلاً بيكون كلام بدون وزن. نعم. لا، إله بحور وأوزان خاصة فيه. وكيف بلشت معك بالله؟ والله شوف، يعني أنت في حدا بالعيلة قبل هيك؟ في العيلة يعني فيها شعراء، لكن أنا بشكل شخصي بلشت معاي. إحنا البدو بشكل عام بنحب الشعر، بنحب الشعر، نحب نسمعه ونحفظه ونحكي. فكانت البداية إنه بالصدفة أنا اكتشفت شغلة الشعر، إنه كنت على مجموعة على الفيسبوك وكان في شخص مسمي حاله شاعر المجموعة. فكان ينزل أبياته، فكنت أنا أرد عليه أحياناً بأبيات ثانية أرد عليه، فكان التعليق تبعي يجيب يعني لايكات أكثر من المنشور نفسه، أكثر من الشعر نفسه. فكانوا يخشوا علي مثلاً ما شاء الله عليك عندك إشي جميل، فقلت يعني عندك شيء ممكن تقدمه للناس، ممكن توصل صوت، توصل رسالة، تعبر عن حالك، تعبر عن مجتمعك، فليش ما أنت تستغل هذا الإشي، تنمي الموهبة اللي عندك. وفعلا درست الأوزان، البحور. يعني أنت يعني أول إشي تفاجأت أنه والله في عندي إشي. يعني خلينا أقول لك، التعليقات الإيجابية اللي صارت تجيني دفعتني أنه ممكن أقدم إشي طيب للناس، فليش ما أقدم يعني. حلو حلو. يعني هي فكرة أنه يعني السوشيال ميديا احنا بنطلع له بمنظورين، بالمنظور الايجابي والمنظور السلبي، وهي يمكن واحدة من المنظور الايجابي الموجود. يعني تلاقيك تحط ايدك على مناطق القوه الموجوده عندك. صحيح. هي يعني انارت لي هالمنطقه المظلمه اللي كانت موجوده، فلا عندك شيء حلو ممكن تقدمه للناس، ممكن تبدا. والله انا بدي اشكرهم صراحه منير. والله انا كمان بدي اشكرهم، لانه يعني ما حرموناش من صراحه من كلامك. الله يعني يحييك. انا من الناس المتابعينك كثير بالك، وانا اعشق الشعر النبطي. أتشرف. وانا استضفت قبل هيك يعني الشاعر سليمان من رفح، سليمان الدباري. نعم. الدباري. نوجه له تحية. الله يسعد مساء عزيز. يعني كل أهلنا في غزة برو. الله يسعد مساك ويسعد مساك كل أهلنا وحبايبنا في قطاع غزة الحبيب. وتحياتنا كمان لسليمان صديقنا وصديق البرنامج. أنا يأخذني هذا الشعر الصراحة. جميل. وخصوصا لما فيه من حكم، يعني كثير مرات بتلاقي فيه بتحس بالأرض، بتحس بالطبيعة، الإشي اللي أنت ما بتقدر تعبر عنه بتلاقي حدا بيعبر لك عنه بطريقة أخرى. فإيش بلشت بشعرك؟ عن إيش تحكي أكثر إشي؟ والله شوف، هو الشعر لسان حال، يعني بصف نفسه، بصف مجتمعه، بصف البيئة اللي هو فيها. فأنا بلشت يعني مواضيع عامة، مواضيع اجتماعية، مواضيع ممكن وطنية طرقت لها، مواضيع يعني حكم، نصح، في عدة مجالات حسب ما هو الشعر له أغراض، حسب مزاجك هذا اليوم، حسب المزاج وحسب يعني الحالة. برضو أنا بقدرش الحين مثلا أكتب غزل ويكون الوضع العام لا يسمح، مثلا يكون فيه شهداء أو شيء يعني. أكيد النفسية يعني ما بتساعد على أنك تكتب إشي. فالبيئة اللي أنت عايش فيها، الأحداث اللي بتمر فيها اليومية، هي بتخليك تتوجه إلى نوع معين، ممكن مدح، ممكن هجاء، ممكن حسب الغرض.
أنا مش راح أفلتك اليوم بدون ما تحكي شعر. والله مرحبا بك، يعني أنا جاي أسمعك يعني. طبعًا بدي أسمع، أنا بدي أسمع، بدي أسمع وبس أسمع منيح حتى بجوز بعد البرنامج. أبشر حياك. حضرون القاعة شباب، ممنوع يروح اليوم معك منير. معك على طول حياك. يعني المحيط اللي حواليك وعشيرتك تحديدًا يعني. لقيت دعم من منهم في هالسهرات الليالي السامر اللي بتعملوها؟ أكيد أكيد. يعني شوف، هو يعني موروثات بدوية للشعر، فيعني إحنا دائما متعودين إن في الليل في عندنا شق بسموه اللي هو زي المضافة، نقعد فيها نتعلل نسولف نجيب حكي نطرح مواضيع ممكن نتحدث بلغة الشعر. فأكيد هاي البيئة اللي هي شكلت اللي هي هوية الشاعر وساعدته على المفردات اللي بنستخدمها، هي أكيد إلها الموروثات هاي ساعدتني في مجالي، في المجال النبطي. نعم. يعني هذا أكيد البيئة داعم، الدعم الأول البيئة اللي نعم. كان. يعني هذا الشيء أكيد. أكيد هذا الجلسة فيه يعني. فكاسة مواهب يعني لا شك فيه. طب بدنا نشوف هذا الفيديو من فيديوهاتك ونحكي عنه شوي. منشوف. يلا. ضموا الضحايا واجمعوا ما يجمعوا، الخطب يمضي والمآقي تدمعوا، يا ليل لا تعجل علينا مقدما، إنا حيارى والمسائل شرعوا. مر الزمان بسرعة أو أنه ما مر يوم مذ تبدى موجعوا، يا ليل لا تعجل علينا مقدما، ذرنا نصارع بالحياة ونصرع، لا ينحني عزم الرجال وإنما قد يكسر العزم الشديد ويصدع. خال الكريم بصبحه زال الأسى، حتى إذا ليل أتى يتلوع، متجرعا كأسا أبى أن ينضب، متسائلا هل للأسى ما ينفع. يا ليل لا تعجل علينا مقدما، للذكرى ريح بالمساء تذعذع، ليست تداعب روحنا بل إنها بالقلب تعصف والحشا يتقطع. يا ليل لا تعجل علينا مقدما، إن الكرام من الأسى لا تعجع. عين عليك. شو قصتها هاي؟ طبعا هذا فصيح، هذا مش نعم فصيح. هذه كتبتها لما صار الزلزال الأخير في تركيا وسوريا. نعم. أكيد يعني لما أنك تشوف المشاهد والصور اللي بتصل يوميا وأعداد الضحايا اللي بتزايد كل ساعة، فصعب تملك مشاعرك وأنك يعني تظلك ساكت. فكل إنسان له طريقة يعبر عن اللي في داخله، فأنا عبرت عن اللي حسيته في داخلي عن طريق هذه الأبيات، فكتبت هذه القصيدة. يعني نيالك اللي تلاقي طريقة تعبر فيها، طريقة جميلة تعبر فيها. أكيد يعني أكيد. يعني إحنا بجوز واحدة من مشاكلنا أنه إحنا ما بنقدر كثير نعبر عن مشاعرنا، ومرات بتطلع معنا بطريقة عكسية. يا حبذا لو كل الناس في البلد بتعبر عن حالها بطريقة جميلة يا منير. منفس يعني للشاعر. نعم. وبرضو يعني ممكن مش كل الأفكار اللي أنا كنت حاب أوصلها قدرت أوصلها، وصلت ممكن جزء، وطبعا الأحداث اللي عاشوها أكبر من كلام، يعني صعب يوصفه بالكلام، لكن هذا ما جادت به القريحة فكتبت على الأبيات وألقيته. من ما بتجيب مفرداتك يا؟ والله البيئة. هذا ما جادت به القريحة، دخيلك يا زلمة، يعني أنت قاعد ما رشاد ذبحني. البيئة اللي أنا نشأت فيها. نعم. حبك للإشي بدفعك أنك تتعمق فيه، حبك للشعر بخليك تسمع، مثلا تسمع كثير شغلات، تسمع شعر. نعم. تحفظ، مش شرط يعني حديث، ممكن مش شرط نبطي كمان، ممكن فصيح، ممكن. نعم. كتب، فكلها أكيد هاي بتشكل عندك مخزون لغوي تستعمله. طب يعني إن عشان مخزونك اللغوي أنت بتذبحني فيه، سبكني جماعة الخير، ما بقدرش أنافسه يا جماعة. لا عسلامتك. لا شو عسلامتك، ده شكل حكي الفاضي. طب خلينا نشوف كمان فيديو، بس خلينا نقول أشي مختلف ونحكي عنه شوي إن شاء الله. وعني بلغوا أني أراها قطعة مني، وأن العهد موصول وأن البعد لا يثني، على ضفة أمل ناطر حضوره وأسرح بظني، سبق صوتي صدى صمتي، حضر فكري قلم جني، كتبت الشوق أبياتا، مزجت العشق بالفن، رسمت الحب أطيافا وعيناها مع البني، كأني في رجا يوم أنادي باسم السن، صباحي شوفت عيونك وليلي غيبتك عني. يعني واضح بابتسامتك العريضة يا منير. فيها قصة كبيرة ولا لا؟ هذه قصيدة غزلية.
حاولت اني اكتب اشي جديد، فهي طبعا فيها مزجت النبطي بالفصيح. نعم. يعني مطلعها كان وعني بلغوا اني اراها قطعه مني، طبعا هذا بالفصيح فصيح. واخرها كانت صباحي شوفت عيونك وليلي غبتك عني، هذا بالنبطي. فحاولت اني امزج النبطي بالفصيح واشكل شيء جديد بطابع غزلي، واصبت. فكانت هذه النتيجه اللي شفناها وسمعناها. واصبت. انا صراحه بكيت وانا احضر الحلقه كنت بدي اجهز لي هيك كلمتين ثلاث بالنبطي. حلو. اللي اجي اجبدك فيه ما طلعش معي شيء. لا ما طلعش، والله ما طلع. والله شوف، هي بدها تكون هيك في مكان هادي، كاس القهوه معك، عشان هيك بدي اجيك على الشق. حياك الله. مرحبا. ونولع النار. والله بيتك. وحاول اعصر حلي. بيتك الصغير. الله تنورنا والله. الله يسعدك. الله يحييك. مش هي اللي ما تحكيش شعر لايف هالكيت معنا. ابشر. وبدنا نبطي. ابشر. شباب جهزوا لنا موسيقى مع منير بالشعر النبطي. شو حاب تسمع؟ اللي بدك اياه. في واحدة كتبتها بس ما ألقيتها الساعة، يعني هي يعني تقدر تقول حصريا للبرنامج. سجل عندك يا محمد إن شاء الله، بس إن أنا عشان المشكلة بأخذ فترة بين ما أحفظ اللي بكتبه. كابينها كيف ما كانت. يلا. بقول فيها: نظرة عيونه من عجايب، وكادي سبعة عجايب تبتديها عيونه. الثانية مبسم ولا هو بعادي، كل ما أشوفه قمت أغني يحسدونه. الثالثة زينة نموذج حادي، لو يرجع الأغريق ما يصفونه. الرابعة لون الخجل بالأيادي، من بين حنا بيحتها ردونه. الخامسة شعره مسرة فؤادي، ساحل على خصره مزين متونه. السادسة مشية يداد العنادي، يا هيبة العسكر بمشية رهونه. السابعة جامع محاسن بلادي، كله على بعضه عجيب أشوفه. سلام. الله يسلمك. تسلم يا رب. هذه كتبتها يعني البارح، خلينا أقول جديدة لك يعني جديدة. فالساعة ما أحفظها. بس هاي فيها شوية مشاعر مني. أكيد طبعا. لا لا لا، فيها إشي. الشعر شعور. الشعر شعور بس فيها قصة. لا أنا شوف مرات بكتب يعني. أي متزوج. بسرع بفكري. متزوج. ما شاء الله. بسرع بفكري فبكتب، شو ما بخطر على بالي موضوع معين بكتب. دائما النساء بالغالب تشكو سكوت الرجال. أها. أما ما ظنيش زوجتك أنها تشكو من هذا الموضوع. والله تشكو شغلة ثانية ممكن. كثرة. من الغيرة ممكن. يعني هو ما حق الصراحة. بس إحنا منطمنها وكلها أنه منير تكلحيش. الله يحييك. مضمون الزلمة. أكيد. لا الحمد لله يعني. بس بطلع لها تغار. قدر المستطاع. بطلع لها تغار. والله هي طبيعة فيهن يعني. فصعب تغير شيء انجبلت عليه. صحيح. واحنا انجبلنا عليه ما احنا كمان. والله صحيح. يعني ما احنا يعني بنغار اكيد كمان. يعني ومين بغرش يعني. هشام الجح حكى عن موضوع الغيره يعني. اكيد صح. ولا بتعرف صح. هشام الجح طبعا صحيح شاعر مصري كبير. واحنا نحكي عن الفصاحه والفصاحه البدويه تحديدا، بس تذكر كيف كانوا زمان في حتى ايام الجاهليه كانوا يبعثوا اولادهم يعيشوا في الصحراء صحيح. ومع هاي القبائل يتعلموا الفصاحه. صحيح. شو علاقة الفصاحة بالطبيعة الصحراوية والطبيعة البدوية؟ أنا بقول لك شو علاقتها. أول شيء اللغة العربية اللي هي للعرب كانت. نعم. فسبحان الله يعني أنت لما أنك تختلط بالأمصار اللي هن المدن والمناطق، كل إنسان له لهجة. يعني مثلا على مستوى فلسطين هالحين عندك كم لهجة؟ عندك في الشمال لهجة، في الجنوب لهجة، في الوسط عدة لهجات. صح. في كل منطقة لها لهجة. فزمان كانت أهل البادية محافظة على ما بتختلط بالأمصار، فظلت اللهجة والفصاحة عندها سليمة، ما اختلطت في المدن الثانية. يعني مثلا على سبيل المثال ظلت نقية. يعني الجزائر مثلا على سبيل المثال احتلتها فرنسا وقعدت فترة وهي محتلة. هالحين لو تسمع كلامهم بتحس انه في كلمات الفرنسية. في مصطلحات. في حتى اللكنة نفسها اختلفت. صحيح. فالبادية زمان ظلت محافظة عليها لأنها ما اختلطت باللكنات واللهجات الثانية، فظلت محافظة. فكانوا يعني طبعا كانوا يهتموا باللغة العربية، كانوا يهتموا بالشعر، فكانوا يرسلوا أبنائهم إلى البادية لتعلم اللغة العربية الفصحى. نعم. الصحيحة. نعم. ومن هون اجت الفكرة. صحيح. يعني الشباب في برا مصرين أن نحط هذا الفيديو نسمع. لأنه نبطي نبطي نبطي. تمام. طيب لعيونكم يا شباب. ماشي.
قل يا علي من راس يعدل أيامين طافها لنرتوى من كل نبعة شاب رمشه من عنا عمر طويل واختصرها بربعة مع باقة ربعة بل فضاوة كلها معدن أصيل وبل عداوة تدرك المعدن وطبعة شي ذهب ثابت بأصله ما يميل وشي تنك لو من حصى ينطق بسبع. كانوا مصرين الشباب على هذا الفيديو وأنا بحب هاي الربطة العراس يا منير. والله أنا دربالك جيت من الشغل مباشرة فلو أني جيت من البيت أنا جيت حطاها عراسي يعني أنا لما بروح عند أصدقاء في السواحرة يعني وجبل المكبر يعني بشوف الشباب يعني في بعض المناسبات سواء أفراح أو أطراح بيكونوا لابسينها بحس أنه هي صحيح شيء يعني من أصالتك من ثقافتك. نعم. فأكيد بنعتز فيها. نعم. فبنلبسها ولكن والله انا اعتذر اني جيت من الشغل يعني مباشره. لا احنا كبرينا كيف ما جيت منير انت يعطيك الف عافيه وشكرا لوجودك اصلا. ان شاء الله في اذا صار نصيب والتقينا منجيب اللبس العربي. اسالك سؤال كجهات رسميه مثلا وزاره الثقافه شيء عمرك تواصلت معهم او تواصلوا معك بخصوص مثلا خلينا نحكي توثيق هاي القصائد اللي بتعملها سواء مسموع مرئي أو مكتوب ولا على الله؟ والله ما خلينا أقول أكون صريح معك. لا أنا يعني تقريبا متوقع الجواب. عنده ما في اهتمام إحنا بالمواهب خلينا نقول. نعم. سواء كانت شعرية أو غير شعرية يعني عندك الفلسطينية بشكل عام معروفين موهوبين يعني وين كل مكان برا فلسطين بتسمع والله فلان فلسطيني الممثل فلان فلسطيني المغني فلان أصله فلسطيني اليوتيوبر لفلان أصله فلسطيني فعندك كثير مواهب لكن الموهبة يعني في المثل اللي بقول لا كرامة لنبي في أرضه فعلا بنطبق علينا إحنا في كثير عندنا مواهب لكن ما بتبين هان ما بتبنوها هان. لكن لما أنا تطلع برا البلد يعني في شيء ممكن تقدمه للناس صحيح. فليش ما تبنيته عندك لما طلع برا تصير تقول فلسطيني فأنا ألوم والله وزارة الثقافة والمؤسسات المعنية بهذا المجال أو مجالات أنا بديش ألومهم منير أنا بدي أتهمهم بالتقصير حقك يعني وهي رسالة صراحة لحاضنات الإبداع والمؤسسات الثقافية في البلد ووزارة الثقافة يا جماعة الخير هاي للمرة الثانية يمكن أنا حكيتها قبل حلقتين في موضوع مختلف بس كمان هذا موضوع آخر إنه يا جماعة الخير اطلعوا في عنا شباب في عنا إبداعات ثقافية في البلد بدها نطلع عليها بنظرة عين مختلفة شوي يعني خلي في إعلان لوزارة الثقافة يا شباب اللي عنده 1 2 3 4 مواهب واعملوا لهم امتحانات تجارب ما بعرف اللي بدكم إياه بس حرام هذول الشباب ما يكون لهم حاضنة مجتمعية ثقافية تضمهم عندهم سواء كفنانين كشعراء كرياديين أعمال كشباب متطوعين في البلد في لهم دور مؤسساتنا احنا بدنا ننزل من الطبقة العاجية فوق من كسوركم انزلوا تحت لعند الناس والنزول لتحت مش بمعنى الأقلية أو الدونية النزول لتحت بمعنى الرفعة انزلوا لهم لأنهم هم برفعة عالية أنا دائماً والله صحيح يعني احنا بنوجه رسالة يعني في يعني أنا بعرف أشخاص كانوا يكتبوا كانوا في عندك ناس تكتب مقالات ناس تكتب شعر لكن ما وجدت اهتمام فخلص ابتعدت عن هذا المجال ومش شرط يكون الدعم مادي انت ممكن بس اهتمام انت الانسان اي انسان انت اهتميت فيه انت بتخليه تدفعه انه يبرز اكثر ما عنده وبجملتين نبطيات تختم لنا البرنامج اليوم ابشر نسمعك شيء اللهم صل عليك يا نبي شو حاب تسمع اعطيني موضوع عشان احكي فيه اللي بدك اياه يقول بعض البرايا ما تبر بعطاشه وبعض العطايا في بلاها كرامه حامي سلامه لو تشوفه يا باشا يا كم خبايا مظهرت في سلامه مو كل عاري ينستر في قماشه ولا كل خيل ينمسك من لجامه احد طموحه ما تعدى فراشه واحد اماله بددت له ظلامه حسبي على وقت صعيب معاشه حسبي على من لا يقدر كلامه داوي جراحك في زمان الغشاشه من عز نفسه عزته على اللئامه يوم الدوى لاهل البلا بالبشاشه عزت على اهل الردى الابتسامه سلم لسانك سلم لسانك سلمت ولا ندمت الشباب داخلين على الموجز انت بتتحمل مسؤوليه الموضوع
انا قلت لك راح اضلك بعد الحلقه. انا معاك على طول. طيب يلا كمان. يقول من على عن احرف الجر ما تضر، ومن على عن احمق فاز وغفى، لا حزن دايم ولا فرح يسر، والاوادم بين وصل او جفا، جر همك لا همومك لك تجر، واعتلي لا ترتجي شمع الدفا، بالرضا جرى النوايب هي تمر، وبالسخط جمر المشاعر ما طفى، البسيطه للردي شوكه عسر، والشدايد للكفو جوله صفا، يا سعد اهل العزايم لو فقر ينهلوا من باسهم عز وشفا، عن طموحه ينثني غاوي الطفر، والطفر غاوي افا تتبع افا، بين حلمك لو تبي ساعه صبر، واجتهاد مع دعاء كافي كفى، كم دعاوي غيرت ما قد قدر، وكم ليالي اظهرت ما قد خفى. سلامتك. اليوم انا بدي انهي البرنامج بطريقه مختلفه يا شباب. الله يحييك. وقف معي منير. انا قلت لكم هاي حلقتي بالشعر النبطي. شكرا لوجودك يا منير. والله انا اللي بدي اشكرك والله على هالاستضافه الجميله وعلى هاللفت الحلوه منك. انت جميل. الله يحييك. وشعرك جميل. انت اجمل وما قلت اجمل. الله يسعدك. وشكرا لكل الشباب اللي كانوا معنا. تحياتي لهم جميعا والله على العين والراس. ابو حميد شكرا في الاخراج، ودائما زهرتنا رشا حسونه في الاعداد. كل الاحترام. وشكرا لكم مستمعينا ومتابعينا، واكيد الى حد الجاي عندنا قصه جديده وشغف جديد. سلامتي لكم. انا احمد عياش، ضل بالف خير. يعطيكم العافيه. أبدعت. الله يحييك. في الشغف حياة، هكذا يقولون، وذروة الرواية الشغف. شغف، برنامج يسلط الضوء على شباب حلوا لغز السعادة والنجاح، لشباب أدركوا شغفهم، استعدوا لالتقاط الفرص والمبادرة، عملوا عليها وثابروا لأجلها. برنامج شغف كل يوم أحد الساعة 5 مساء، ويعاد الاثنين والأربعاء مع أحمد عياش.